لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. يا هلا سنابيز، جبت لكم أحلى مفاجأة، أروق مكان في الرياض وزين قهوة. وش رايك بالقهوة يا ريج؟ تفوز تفوز قهوتهم. الحين بحط لكم اللوكيشن، ارفعوا الشاشة على فوق وتحصلون خصم، أحلى وأقوى خصم لكل متابعيني. يا هلا والله. أوف أوف أوف، وش السالفة؟ لا يكون عندهم ميسي. شفت هندس نبيع عامر، ايش اسمها ايش اسمها يا ابويا؟ من كثرهم نسينا اسمها، كل ما حفظنا اسم طلعت واحده ثانيه. ايه ذي السخيفه اجوان. ما شاء الله عليك حافظ اسمها، انا يلا حافظ اسميكم. تعالوا نشوف ايش السالفه. ما شاء الله ما شاء الله، كلكم مجتمعين على هالمقشع. يا قليل الادب يا قليل التربية، أنا أوريك الكوميدي، كل شيء مسجل عندي. أنا قلت شيء يا عيال؟ يا أخي من تبصاحي، وش جاك تغلط عليها؟ والله لو رفعت عليها قضية أني أروح فيها. يا حبيبي ما غلطت عليها، أنا قلت الحقيقة، وجهها مقشع. ترى تقدر ترفع عليك قضية تنمر في مكان عام، فيها غرامة وسجن. انتبه يا عامر، يمكن يقبضون عليك. لو سمحت يا أختي. أنت تسبني وتلحقني لبيتي؟ والله أنك ما تستحي على وجهك. الحين أنا أوريك أبلغ عنك الشرطة. لا لا خلاص خلاص، بمشي بمشي. راح وش فيه سينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ فيك شيء يا عامر؟ ما فيني شيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت حلم مزعج، شفت وحدة رابطة رجلك بحبل وتسحبك. وبعدين وش صار؟ ما أدري. الله يحفظك من كل شر. طيب وشلون شكلها؟ مقشع ولا حلوة؟ ما أتذكر يا أمي. اسمعني، راح أتوضى وصل وأقرأ أذكارك. طيب طيب. تم القبض. تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني. شفت حلم مزعج، شفت حلم مزعج، شفت حلم مزعج. يمارا تكفى يا ياسر، والله ما نمت من البارح. خل نروح لمها ونحل الموضوع ونقفل القضية. الحين طول بالك وروق، بإذن الله الموضوع بينحل. حلوم حلوم حلوم، عجزت أنام أمس، عجزت أنام. ما عليك، روح روح من بيته وخلنا نحل الموضوع. شوفي جوان، في عقد إعلان مرة حلو بيجوز لك، بس وشو؟ معلنين يبغون يجلسون معك ويشوفون نسبة مشاهداتك. أصلاً مشاهداتي كلها كم يوم نازلة؟ 60 70 100 ألف. إيش قاعد تقولين تستهبلين؟ الأسبوع اللي فات كانت مليون وشي، شلي نزلها الكثر؟ مليون مشاهدة علشان الإثارة اللي سويناها مع ذيك وزوجها، إيش فيك نسيتي؟ معناته إحنا لازم ندورنا على محتوى يحرك المتابعين، ترى كذا الوضع ما يصير. يا ذا المحتوى اللي جنني، ما في شيء ما سويناه. قضى معلي، خليني أنا بشوف وبتصرف، ندور محتوى لين ما نشوف لنا حل المصيبة اللي إحنا فيها. شكل المعلن جاء، الحين وش أسوي؟ معلي أنت خليه يدخل الحين وأنا بتصرف. سيلا يس ماما. افتحي الباب. يس ماما. ها وش نسوي؟ شوفي، كل منتج نعلن عليه لازم يكون فيه مصداقية،
يعني لازم نجربه، وهذه حجة وحاجة ان احنا نأخرهم. والله ما انتي بسهلة. انت بجيح تغلط علي وتدخل بيتي؟ والله مالي دخل، الشغالة فتحت لي الباب وقالت ادخل. يا اخت جوان، وهو جاي يعتذر ومستعد يسوي اللي تبينه. بلا اطلع برا. جوان هدي هدي، جوان هدي، خلينا نشوف الرجال ايش عنده. يعني انت الحين متنمر عليها ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة، يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500,000. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت اريج. والله ونعم اخت اريج، ترى الولد مساكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ اي ابوك. اي صح، ابوي فيه الضغط والسكر وفيه كوليسترول بعد. اي وامه، امه لو درت ان ولدها بينسجن تجيها جلطة. صح يا اخ ياسر، تقدرين تدلعيني يا سوري؟ يا سوري. اي ونعم يا سوري. شوف انا بحلل لك هالموضوع بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء اقول لك اياه بالحرف الواحد. ابشر بعزس، انفذ لك اللي تبين. لا 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 لا، تبيني اتزوج بوطنية؟ صاحية انتي صاحية؟ او ماي جاد. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك، ترى كنت بتطيحيني معاك. اسمعيني، انا صاحية ومركزة وعارفة ايش قاعدة اقول لك مرة زين. بطلي عنك العصبية واسمعيني. الحين انت مو تبين اثارة محتوى في سناب؟ ردي علي. ما ابي. هذا هو المحتوى. اسمعيني، سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربه، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انتي؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي بس تصور معي سناباتي ويطف وجهها وينقلع. وا ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفته. اوف 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 اوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشهر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، ادري انكم بتفاجئون بس انا لي 5 سنوات مخطوبه، والبارح كان عرسي وهذه هداياي وهذا قلبي عامر. هلا والله هلا والله وسهلا، تستاهلين اكثر يا عمري. ها كيف؟ ممتاز. رح كم من 10؟ رح. وين اروح؟ رح بيتكم خلصني. طيب خلاص اوكي. هلا والله هلا والله وسهلا. هاي سنابيز، ما شاء الله تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها ايش معطيها هدايا. إيه مو بنا، مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين غدانا احترق، قومي. تعالي نشوف المشاهدات. خلينا نشوف. خلال ساعة واحدة 400,000 مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم 2,000,000. شفتي قلت لك، أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية، عشان تاني مرة تسمعين كلامي. يما يبا الحق ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لما عزمنا؟ اسكت انت. هاي سنابي، هذه عرفها بسناب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي كاشفة راسها قدام الناس؟ يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين الروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟
وين وين؟ أهلين يا زجوان، عاد ما أطول عليك. لا والله ابتلشنا، شكل العالم كله درت. أنا أوريك بعدين أوريك. الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف أسري. أي عنف أسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعة اللي مسويها أنت يا هالسلوقي؟ طب هدوا تذكرين يما الحلم اللي قلتي لي إياه؟ الحلم الحرمة اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ أنا اللي بلي ظهرك بهالعصا. أي قلدها قلدها لا بارك الله فيك. والله غصبا عني يما، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي. ايش اللي يكفيك؟ اجلد ايبة تكفى. امسكي يا ابو عامر. هاي خل جوار تنفعك يا زواجك. اوف 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 وش ذا الموتر؟ اسمعي المكشة، ابوي وامي يطردوني من البيت وزعلوا علي، وهم اهم اثنين بحياتي. انت شفت السيارة اللي برا؟ ايه شفتها. هذه هدية لك. لي انا؟ هدية لك. شف انا بربط عيونك، طيب بصور سنابة، ابيك تمشي معي وبفكها وابيك تفاجأ. وليش اتفاجأ؟ انا دخلت وشفتها خلاص. انت نجلي، وش فيك عبيط كذا؟ سووا اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص بسوي لي اللي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي، اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك. اوه هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك، الله يوفقك دنيا واخره. والله مصدق عيال. اوف 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 هذه لي انا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفرة. ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم يا شيخ. وش اسوي لك انا وش اسوي لك الحين؟ خلصنا، يلا مع السلامه. وي 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 تعال تعال تعال، باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري، عجبتك السياره؟ اي والله مره ما شاء الله ممتازه. يا بعد عمري تكسرها بالعافيه لب دلالك. الله يعافيك، ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ إي جاهز، وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت الله يعطيك العافية، وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي، إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. اوف 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 اخس يا عامر اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. يا حظك يا عامر، صح انه نشب نشمة بنت لذينة بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بوداك عايش الدور انه زوجها؟ بس صدقوا يستاهل عامر، يا ليتني قلت مكشى بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيك؟ هدي لا تعبي نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحة. يما شكلك ما تدرين، عامر مبسوط، جده سيارة قيمتها 500,000. شوف قفلي خلاص قفلي،
ما أبي أشوف مقاطعة ولا أتوريني إياها. يلا أسمع، أبيك تسوق بسرعة طيب، وأنا بصور وبسولف معك. فجأة بقول لك عامر انتبه، وأبيك تدعس فرامل بقوة طيب. وليه الأكشن هذا كله؟ خليني أشوف لي عمود وأحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟ فعل الله ولا فعلك، سوي اللي قلت لك عليه وبس، فهمت؟ يا مهبولة، أهلي بيشوفون المقطع يصدقون، وش فيه سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس، بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا لا لا، عدس ما بي، خلاص أبشري سمي. هاي سنابيز، اليوم أنا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في آي بي، ومرة مرة مرة متحمسين. وش رايك حبيبي؟ الحمد لله، الحمد لله الله ستر علي أنا وزوجي. تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف. يا ناس أذكر والله، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك، ضبطت المحتوى، عادي لهنا وكفاية، احذف المقطع، تراك أخذت حقك وزيادة. ألو حيدر، يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة، يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج، لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها، ترى أجار. المفتاح، يلا المفتاح. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك ومن عينك. خير وش فيه؟ جوان وزوجها صار لهم حادث. أم عاد، إذا عجبك شيء بعدين أو جازلك قل ما شاء الله، اذكر الله عليه. يا حسابة يا الرنج. أها، يعني كل اللي يطلع للناس كلام فاضي. نصابة، كل حياتها قص ولصق، بهذلتني الله يقلعها. دحين معقولة طول الوقت ده وانت معاها ما قدرت تاخذ الجوال وتحذف المقاطع؟ والله صادق شكوش، ورا ما تزرف جوالها تحذف مقاطعك وتفتك منها. اسمه موضي سعد المبروك. سلامات، وش في بطرس منتفخ؟ ماكله فلافل؟ مجهزه المحتوى مره قوي، بيكسر الدنيا، بيخلي اسم جوان السوبر ستار فوق. علينا يا موضي سعد مبروك. وش هو؟ انت وش دراك باسمي؟ مفتش بشنطتي؟ ايه لا تصرفين، مسمية نفس سجوان وانت اسم سموضي. انت نسيت اتفاقنا؟ عزل يدس ولا تمدينها، اي اتفاق؟ انك تسوي كل اللي اقول لك اياه مقابل اني احذف مقطع المقشع. علشان كذا كل يوم تسوين دراما وتسوين اكشن، والحين مسوية نفسك حامل على اساس الناس بيصدقونك. اكيد بيصدقوني، انا جوان ولي قيمتي في المجتمع، اصل المتابعين دلوخ يصدقون اي شيء. شفت النصابة تقول عنكم دلوخ، وأنا صورت المقطع هذا علشان أثبت لكم إن كل مقاطعها دراما وأكشن ونصابة. أنت صورتني؟ إيه صورتك يا المقشع يا التفيخة، هذه فائدة الثوب البني. والحين عندك خيارين، يا أما أن تستحذفين المقطع ولا تم القبض.